فايز، وايضا اذا فزت معنا في التاج خليك معنا. الف مبروك، الف مبروك للفايز معنا الاول، عودناكم بالترتيب تذواق جبران جود وبن شلهوب والعود والاخير الجوال في الاخير. هذا فايز معنا، جائزتك وهديتك من براند تذواق لأجود أنواع العسل. شايع من الرياض، ألف مبروك يا شايع، ألف مبروك. أول فايزين معنا شايع عسل من متجر تذواق، ألف مبروك يا شايع. الفائز الثاني معنا من هديته من براند جود للعطور، نقول ألف مبروك. ريم من القصيم، ألف مبروك يا ريم، ألف مبروك، جائزتكم براند جود للعطور، وألف مبروك للفائزين، وحظ أوفر اللي ما حالف الحظ. اتصل الفائز القادم من براند بن شلهوب للعود، عائشة من جازان، ألف مبروك يا عائشة، ألف مبروك يا عائشة، استمعنا من براند بن شلهوب للعود. الفائز القادم من براند تذواق للعسل، نقول ألف مبروك، استمعنا بهدية من ريام من سكاكا، ريام من سكاكا فازت معنا من براند تذواق للعسل. الفائز القادم من براند جود للعطور، نقول ألف مبروك، ألف مبروك، هدية من براند جود للعطور. فاطمة من أبها، فاطمة من أبها، ألف مبروك يا فاطمة. الفائز القادم من براند بن شلهوب للعود، نقول ألف مبروك يا نشمية من أبها، ألف مبروك يا نشمية، نشمية جائزتها من براند بن شلهوب للعود. بقي معنا أربعة فائزين، الفائز القادم هديتك من براند تذواق للعسل، أبو محمد من جدة، ألف مبروك يا أبو محمد، حصلت معنا على عسل من طبعا عسل وزيت سمسم وزيت زيتون وش اسمه هذا زعتر، زعتر بلدي، هذه هو الباكج كامل وليس عسل حالة. طيب الفائز القادم من براند جود للعطور، نقول ألف مبروك، هديتكم براند جود للعطور. أم عبد العزيز من الرياض، ألف مبروك يا أم عبد العزيز من الرياض. الفائز القادم وقبل الأخير من براند بن شلهوب للعود، نقول ألف مبروك، محمد من الرياض، ألف مبروك يا محمد، ألف مبروك يا محمد. كذا تسعة فائزين صحيح يا شباب؟ تسعة. الآن نسحب على الجوال ونقول ألف مبروك، ألف مبروك للفائز معنا، ونقول ألف مبروك الفائز معنا على الجوال اليوم في حلقة أو في فقرة سابقة جمهور روشن. الفائز الأخير، الفائز الأخير نقول ألف مبروك، فاطمة من بيشة، ألف مبروك يا فاطمة من بيشة، واستمعنا بجوال، وألف مبروك الجوال يا فاطمة، ألف مبروك يا فاطمة. أخيرا أحد فاز معنا من بيشة من الجوال، المتجر أحلى كلام ومعرضهم في بيشة، ألف مبروك يا فاطمة. وهذا كانت آخر الفائزين، وهذه كانت آخر الفائزين معنا اليوم في فقرة مسابقة جمهور روشن. في الأخير وليس الأخير نقولكم اللي يتصل لا يقفل الجوال، لأن أربعة متصلين راحت عليهم اليوم، ونعوضهم إن شاء الله في الفقر الحلقات القادمة. وفي الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصالتنا تنادينا، حاضرنا وماضينا، لا شيء سوى الإبداع يرضيكم ويرضي.